السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. الفيديو النهاردة هيكون عن تجربتي مع حمام كريم فاتيكا، وكمان هقولكوا عن الطريقة اللي تستخدموا بيها اي حمام كريم عشان تجيب معاكي نتيجة حلوة وسريعة، وهقولكوا عن الطريقة اللي تعرفي بيها نوع شعرك، وده هيساعدك في انك تختاري حمام الكريم اللي يناسبك ويجيب معاكي نتيجة حلوة. خليكم معايا. حمام كريم فاتيكا يا بنات انا استخدمته وكانت نتيجته حلوة جدا معايا. هو بيعالج كل مشاكل الشعر سواء اللي بيقع او المتقصف او الهايش، وبيغذي الشعر كمان. عشان نتيجته تبقى احسن معاكي ممكن تاخدي الكمية اللي انت هتستخدميها وتضيفي لها زيت زيتون او زيت جوز الهند، هتلاقي نتيجته بقت فعالة اكتر. طريقة استخدام اي حمام كريم يا بنات، اول حاجة بتستخدمي حمام كريم مرة او مرتين في الاسبوع حسب حاجة شعرك. ولما بتيجي تستخدمي حمام الكريم بتغسلي شعرك الاول بمية كويس، وبعدين بتحطي حمام الكريم وبتجيبي فوطة سخنة او فوطة كنت سايباها في مية دافية وبتنشفيها بس مش جامد، وبتلفي بيها شعرك. بتسيبي حمام الكريم على شعرك من 10 دقايق لربع ساعة لو كان الشعر متقصف جامد. ممكن تكرريه مرتين في الاسبوع عشان يديكي نتيجة احسن. النهاردة يا بنات هقولكم عن الطريقة اللي تعرفي بيها نوع شعرك، وده هيفيدك جدا في اختيار الكريم او حمام الكريم او الزيت المناسب ليكي. اول حاجة هتغسلي شعرك كويس وهتسيبيه ينشف بس من غير ما تستخدمي مكوى او اي حاجة، ومن غير ما تستخدمي زيوت او كريمات. هتسيبيه لمدة 12 ساعة، ويستحسن انها تبقى خلال فترة الليل. وبعدين هتلاحظي فروة راسك، لو لقيتي فيه افرازات دهنية كتير يبقى انت شعرك دهني، لو لقيتي افرازات دهنيه محدوده او بكميه صغيره يبقى انت شعرك عادي، ولو ما لقيتيش اي افرازات دهنيه ولقيتي فروه راسك جافه يبقى انت شعرك جاف. دي كانت حلقتنا النهارده يا بنات، ويا رب تكون عجبتكم، ويا رب اكون عرفت افيدكم. لو عجبكم بالفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، وما تنسوش تشيروه، وما تنسوش تشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل فيديو جديد. شكرا.